مكة وبدأ يدعو إلى التوحيد، يدعو إلى التوحيد، يدعوهم إلى عبادة الله الواحد وترك عبادة الأصنام. فكانوا طبعا يسفهون رأيه ويسبونه، وكان هو مصر على ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت زيد بن عمرو بن نفيل مسندا ظهره إلى الكعبة والناس تطوف، فكانوا يلبون بتلبية الشرك، يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فيقول: قط قط، بس وقفوا لا تكملون. فيكملون: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. تلبية الشرك، كان ينهاهم عن تلبية الشرك. ثم إنه نهاهم عن أكل الميتة وعن عن التقرب للأصنام، فكانوا يسألونه عن ذلك. يقول: الأنعام الله يخلقها تذبحونها لغيره؟ كيف بعقله هكذا يهتدي إلى مثل هذه الأمور؟ فكان يدعوهم إلى مثل هذه المسائل. زيد بن عمرو بن نفيل مات قبل الإسلام بخمس سنين، قبل البعثة بخمس سنوات. النبي صلى الله عليه وسلم رآه وصاحبه، لكنه ما أدرك الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن زيد بن عمرو بن نفيل، يقول: يبعث يوم القيامة أمة واحدة. أمة، الناس كلهم أمم، هذا مع إبراهيم، هذا مع زيد بن عمرو بن نفيل، أمة واحدة هكذا. يقول: ورأيته يجر أثوابه في الجنة رحمه الله. هكذا بدون نبي، بدون رسول، اهتدى بعقله وبحرصه اهتدى إلى الحق. فهذا من قصته، وهذه قصة تنصر ورقة بن نوفل كما ذكرنا، سنقولها لكم. هكذا تنصر ورقة بن نوفل. من الآخرين الذين كانوا على التوحيد قس بن ساعدة، قس بن ساعدة، وكان رجلا معمرا، يبالغون بعض المؤرخين في عمره، يقولون وصل عمره إلى 600 سنة هكذا، لكنه كان على التوحيد. هذا الذي يعنينا، كان على التوحيد، وكان يدعو الناس إلى التوحيد، وكان يؤمن بالبعث بعد الموت، وكان يدعو الناس إلى ذلك، وكان يسفه الأصنام حتى ما صبرت عليه قريش فطردته، طردوه من مكة، ما صبروا عليه. فيذكرون عنه أنه عاش في الصحراء فكان يعايش الوحوش. يقول من شهده، يقول: رأيت قس بن ساعدة، يقول: ذهبت أزوره، وكان حكيما من حكماء العرب، وكان له نثر فيه حكم: أيها الناس اسمعوا وعوا، من عاش مات. وهكذا يذكر لهم أمر التوحيد وأمر البعثة وأمر البعث بعد الموت. فيقول: رأيت، كنت أريد استشير في قضية. يقول: فذهبت إليه فإذا هو جالس عند حوض ماء وقربه الأسود، صار ألفته الأسود وألفها من كثرة معيشته في الصحراء. يقول: فكانت الأسود تأتي تشرب، فبعضها يسبق بعض فيضربهم، يقول: أصبر حتى يشرب صاحبك، يضرب الأسد. يقول: هكذا عاش مع الوحوش، ومات أيضا قبل البعثة، مات أيضا قبل البعثة. فكان في الجزيرة موحدين، كان في الجزيرة موحدين، وكانوا يدعون الناس إلى التوحيد، لكن الناس كانت ترفضهم، إلى أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة العظيمة الخاتمة التي فيها الوحي من الله سبحانه وتعالى. هؤلاء كانوا موجودين لكن كان أثرهم بسيط، أما الأثر الأكبر فكان للوحي، للرسالة الخالدة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ الرسالة: يا أيها المدثر قم فأنذر، أول من دعا زوجته خديجة، فلم تتردد لحظة وأسلمت فورا. فكانت أول من أسلم رضي الله عنها، أول من دخل الإسلام خديجة بنت خويلد زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. وأسلم بعدها زيد بن حارثة، وزيد بن حارثة سبب إسلامه أنه كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعيش في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يسمى زيد بن محمد. وله قصة أنه كان عبدا استرق، ما كان عبدا أصلا، كان حرا، وكان فتى
طفل في أهله. فالقبائل العرب كانت تغزو بعضها، فغزوا قومه فأسروه، أخذوه وكان طفلا وباعوه عبدا، واستمر يتنقل من واحد إلى واحد حتى صار عند خديجة، ثم أهدته إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فصار عبدا عند النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أبو زيد بعد ما صار الغزو هذا كان يبحث عنه يشوف وين راح، وظل أبوه يتنقل سنين يبحث عنه من مكان إلى مكان يبحث عن ابنه، حتى اهتدى إليه أنه في مكة. فوصل إلى مكة وجد ابنه، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا قبل البعثة، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد، هذا ابني وهو حر وباعه، فأنا أريد أن أشتريه منك. فقال: لا، النبي صلى الله عليه وسلم رفض أن يبيعه. قال: ما أبيعه، لكن خيره، نخير زيد، إذا يريد يذهب معك أطلقه يروح حر، وإذا يريد يبقى معي يبقى معي. فأبو زيد حارثة سر، قال: هذا نعم الخيار، واحد بتخيره بين أن يبقى عبد ولا يروح مع أبيه، ماذا سيختار؟ أكيد راح يختار أبيه. فذهب إلى ابنه قال: يا بني، إن محمدا يخيرك، تأتي معي ولا تبقى عبد. قال: والله لا أختار على محمد أحدا. هذا قبل البعثة، من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. والله، قال: والله ما أظن أن أبي وأمي يعاملانني كما يعاملني محمد. هذا معاملته لعبد هكذا، فانظر رحمته صلى الله عليه وسلم. ورفض يذهب مع أبيه وأصر يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم حارثة تعجب: إيش هذا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم عشان يطمئن حارثة أعلن أنه قد أعتق زيدا، جعله حرا، ثم أعلن أنه تبنى زيدا، صار ابنه، فصار يسمى زيد ابن محمد. وظل هكذا إلى أن جاء تحريم التبني في الإسلام، فرجع سموه زيد ابن حارثة، ولا كان يسمى زيد ابن محمد، تبناه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاءت البعثة كان زيد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فعرض عليه الإسلام فأسلم فورا أيضا. الثالث الذي كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم هو علي بن أبي طالب. وسر وجوده في بيت النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل البعثة أيضا أبو طالب أصابته ضائقة، صار فقير جدا أبو طالب، وكان عنده أولاد كثيرين، فما عاد عنده حتى ما يطعم أولاده، ما عنده أكل حتى لأولاده. فهنا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمه العباس رضي الله عنه، هذا قبل الإسلام، وقال له: يا عماه، رأيت ما حدث لعمي أبي طالب من ضائقة ذات اليد، فإن شئت نذهب إليه وكل واحد منا يأخذ ولد من أولاده يرعاه، نتكفل، كل واحد يأخذ ولد من أولاده نرعاه نخفف عليه. قال: نعم الرأي. فاجتمعوا مجموعة من بني عبد المطلب وذهبوا إلى أبي طالب وقالوا له: احنا رأينا أن نأخذ كل واحد فينا يأخذ ولد من أولادك. فقال: إن تركتم لي عقيلا فافعلوا ما شئتم، عقيل أكبر أولاده. قال: لا تأخذوا عقيل، خلوا عقيل وافعلوا ما ترون. ففعلا أخلوا عقيل وكل واحد منهم أخذ ولد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ علي بن أبي طالب إكراما لعلي بن أبي طالب من الله سبحانه وتعالى. فتربى علي بن أبي طالب من هو صغير، تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسجد لصنم، ما سجد علي رضي الله عنه لصنم من الأصنام، لأنه نشأ في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول كرم الله وجهه، يعني كرم الله وجهه عن عبادة الأصنام، عن السجود للأصنام. فهذا سر قولنا كرم الله وجهه ورضي الله عنه علي بن أبي طالب. فأسلم علي، كذلك أسلمت بنات النبي صلى الله عليه وسلم، بنات النبي صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم وزينب وفاطمة، أسلمنا.
هذا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم، أول من دعا من خارج بيته المباشر، أول واحد دعا من خارج بيته هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما عرضت الإسلام على أحد إلا وناقشني فيه، سألني، يسألني، إلا ما كان من أمر أبي بكر، فإنه ما سألني ولا سؤال. من عرضت عليه الإسلام قلت له أنا نبي، قال أشهد أنك نبي، بدون نقاش ولا سؤال ولا جدل ولا حتى استفسار إيش دينك ومن جاك، ما في ولا سؤال. فكان صديقا من لحظته الأولى، مصدقا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لما يعرفه من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه لا يكذب، أنه لا يكذب أبدا. فقال: لا أنا نبي. قال: أنت نبي على طول. الكل سأل إلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ثم إن أبا بكر الصديق نفسه رضي الله عنه بعد ما أسلم ذهب إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه وعرض عليه الإسلام، فأسلم عثمان. ثم ذهب أبو بكر الصديق إلى الزبير بن العوام وكان شابا عمره 16 سنة، فأسلم الزبير. ثم عرض الإسلام على سعد ابن أبي وقاص وكان ابن خالة النبي صلى الله عليه وسلم، فأسلم سعد. وعرض الإسلام على عبد الرحمن بن عوف فأسلم. وعرض الإسلام على طلحة ابن عبيد الله فأسلم. فكان هؤلاء أول من أسلم، وأكثرهم أسلم ليس على يد النبي صلى الله عليه وسلم، على يد أبي بكر. فانظر إلى المؤمن في اللحظة التي آمن بها فورا توجه نحو الدعوة، ما تردد. فهذا من تصديقه رضي الله عنه الصديق أبو بكر، خير الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو وزن إيمان الأمة بإيمان أبي بكر لرجح إيمان أبي بكر. لو كل الأمة تضعها في كفة وأبو بكر في كفة يرجح إيمان أبو بكر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما وطئ الأرض، ما داس الأرض بعد الأنبياء خير من أبي بكر. ما في أفضل البشر بعد الأنبياء رضي الله عنه. فهذه مكانة الصديق، وهذا شأنه في أول أمره في الدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أمر بأن يصدع بالدعوة، فاصدع بما تؤمر. الآن مطلوب ليس فقط أقاربه والذين حواليه، الآن لازم يعلن الدعوة للناس. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم في صباح ذات يوم، صعد على جبل أبي قبيس. جبل أبي قبيس هو الجبل المباشر قرب الكعبة الذي عليه القصر الآن، هذا جبل أبو قبيس. فجبل أبو قبيس قريب جدا من الكعبة وقرب نواديهم، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم على الجبل، والجبل يغطي ما وراءه، يعني اللي في المكة في عند الكعبة ما يرى ماذا وراء الجبل. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم فوق الجبل وبدأ يصرخ: وصباحا وصباحا، وهي صرخة إنذار عند الصباح، صرخة الإنذار في الصباح يقولون وصباحا. فالناس سمعت الصراخ، من الذي ينادي؟ قالوا الصادق الأمين. الناس بدأت تصرخ، أكيد في شيء، هذا الصادق الأمين ما لم يفعلها من قبل ولا يكذب أبدا، إذن في شيء. فتجمعت قريش عند جبل أبي قبيس، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم ونادى بهم، قال: أرأيتم إن أخبرتكم أن جيشا مصبحكم من خلف هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ إذا أخبرتكم أن هناك جيش سيأتيكم من وراء هذا الجبل هل تصدقون؟ قالوا: نعم، ما عهدنا عليك كذبا قط، ما عمرنا علمنا أنك تكذب، لم تكذب أبدا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب أليم. وبدأ يخبرهم أنه رسول الله. هنا عمه عبد العزة الذي سمي فيما بعد بأبي لهب قال: تبا لك، أهلي هذا جمعتنا، تاركين أشغالنا عشان تجينا تقول لنا هالكلمتين؟
تبا لك. فهنا انصرف الناس، بدأ يصرفهم أبو لهب، اذهبوا اذهبوا انصرفوا. فانصرف الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، صرفهم من؟ صرفهم عمه. فنزلت الآيات: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. كانت زوجته، زوجة أبي لهب، كانت تأخذ الحطب الذي فيه الشوك وترى أين طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فتضع فيه الخشب اللي فيه الشوك عشان يدوس على الشوك يؤذيه. وامرأته حمالة الحطب، في جيدها في عنقها حبل من مسد، حبل من نار، عذابا لها على ما كانت تفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن ينذر عشيرته الأقربين، فجمع أقاربه، بني عبد المطلب، فاجتمع عنده في البيت، فأراد أن يتكلم، فقبل أن يتكلم تكلم أبو لهب، قال: يا محمد، إن كنت قد جمعتنا لتحدثنا بأمر دينك فلا تتحدث، ما نريد نسمع. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم شاف أن الجو غير مهيئ فسكت، ثم أنه بعد فترة دعاهم مرة أخرى من دون أبي لهب وعمل لهم عزيمة، وبدأ يخطف فيهم بعد الأكل، بعد الطعام، بعد ما أكرمهم بدأ يخطف فيهم، فبدأ يناديهم واحد واحد حتى تكلم مع عماته: يا صفية بنت عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا، يا فلان، لا أغني عنك من الله شيئا. هكذا ينذرهم واحد واحد: أنا لن أنقذكم، أنت تنقذوا أنفسكم. يا فاطمة بنت محمد، سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا. فأنذرهم واحد واحد، أخبرهم بأمر دينه. فمنهم من دخل في الإسلام ومنهم من لم يدخل في الإسلام. فمن الذين دخلوا في الإسلام صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم بنت عبد المطلب أم الزبير بن العوام. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا استمر في دعوته، بدأ يدخل في الدين الفقراء، يدخل في الدين الفقراء والضعفاء أكثر من الأغنياء، بدأوا يدخلون في دين الله عز وجل. فمن الذين دخلوا في الدين ياسر وأمه وزوجته سمية وابنه عمار، وكانوا من الضعفاء لكنهم دخلوا في دين الله، وكذلك خباب ابن الأرت وبلال رضي الله عنهم أجمعين، وصهيب الرومي، وعامر بن فهيرة، وعبد الله بن مسعود، هذا مجموعة من الصحابة واحد وراء الآخر بدأ يدخلون، لكنهم كانوا كلهم من الضعفاء، إما بعضهم عبيد أرقاء وبعضهم كانوا أحرار، لكن ليس لهم عصبة، ليس لهم عصبة وليس لهم حماية. فكان هؤلاء الذين دخلوا في الإسلام. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما أسلم أراد أن يصدع بالدعوة، وكانت قريش بدأ تمنع نشر هذه الدعوة، فأبو بكر الصديق أصر أن يعلن دعوة الله عز وجل، فذهب إلى المسجد عند بيت الله الحرام وأخذ يقرأ القرآن بصوت عالي، فضربته قريش، ضربوه ضربا شديدا، مع أنه كان سيدا من سادة قريش لكنهم ما صبروا، فضربوه ضربا شديدا حتى أنهم أدموه حتى سال الوجه على الدم على وجهه، ما يستطيع الواحد من كثرة الدم يعرف أين وجهه من قفاه من كثرة الدم الذي نزل منه. كذلك ممن صدع بالدعوة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكان رجلا ضعيفا نحيلا، يصفونه يقول: كان الناس يضحكون عليه من نحافته، من دقة ساقيه، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما في المدينة فيما بعد، كان عبد الله بن مسعود يصعد على نخلة، انكشف ساقه، بينت رجلة نحيلة جدا، فالصحابة اللي جالسين قاموا يضحكون من نحالته، من دقة ساقيه، يعني هكذا كان نحيلا، ان الناس تضحك عليه من نحالته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتضحكون من نحالته؟
من دقة ساقيه، فوالله لقدما ابن مسعود في الميزان أثقل من جبل أحد رضي الله عنه. فأيضا كان ممن صدع بالدعوة وقرأ سورة الرحمن، جلس عند الكعبة وأخذ يرفع صوته بسورة الرحمن، فاجتمعت عليه قريش بدأت تضربه وهو يكمل، وظلوا يضربون يريدون يسكتونه وهو مصمم إلى أن أكمل كل السورة وهم يضربونه. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعلت بنفسك؟ قال يا رسول الله إن شئت أعدتها غدا، تريدني مرة ثانية أقرأها في اليوم التالي؟ قال لا خلاص كافي. هكذا كان حماسهم لدعوة الله عز وجل، هكذا تغلغل الإيمان في نفوسهم. لما زاد الأمر واشتد على قريش بدوا يضايقون، من هذا الذي يسفه آلهتهم ويسفه أحلامهم ويقول لستم على شيء؟ اشتد عليهم الأمر، فبدأوا يسألون أنفسهم من الذي يحمي محمد، فوجدوا أن الذي يحميه أساسا هو أبو طالب، فجاءوا إلى أبي طالب، جاءوا إلى أبي طالب قالوا يا أبا طالب هذا ابن أخيك آذانه وهو في جوارك وهو في حمايتك، فإما أن تتركه تدعه لنا احنا نتصرف وياه وتترك جواره ما تتدخل، او تسكته، يا يسكت يا تدعنا نتصرف معه. فقال لا، هذا ابن اخي وما احد يمسه، ورفضهم. استمر النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة في حماية عمه وحماية بني عبد المطلب. فهنا اشتدت قريش ما استطاعوا يصبرون، فجاءوا مرة أخرى إلى أبي طالب قالوا ما عدنا نصبر، هذا يسبنا ويسب آبائنا ويقولون ما كان على شيء ويسب آلهتنا، ما نستطيع نصبر على هذا، لا تجعل فتنة تجري بيننا، فأسكت بني ابن أخيك. هنا لما رأى أبو طالب أن الأمر سيتحول إلى فتنة بين بني عبد المطلب وبين باقي قريش، جمع بني عبد المطلب وجاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال يا ابن أخي إن قومك اشتكوا عليك، فنحن نريد حل لهذه القضية، نريد أن نتصرف، يا تسكت عنهم يا نعمل شيء، يعني ما يجوز أن تستمر المسألة هذه وتحدث فتنة. فقال في قولته المشهورة، في رواية إن يقال أنها ضعيفة ويقال أنها صحيحة، على كل حال السيرة لا تعامل معاملة الحديث لأن ليس لنا مصدر آخر غير ذلك. فقال والله يا عماه لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أدع هذا الأمر ما تركته حتى يفصل الله بيننا. فلما رأى أبو طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم مصر على دعوته قال والله لا نسلمك أبدا، ما نتركك نحميك. بني عبد المطلب الجالسين كانت فيهم نخوة العرب هذه، قالوا وإن سبيت آلهتنا نحن ندافع عنك، فيهم النخوة الحمية أخذتهم، العصبية أخذتهم، قالوا قل ما شئت نحن ندافع عنك ولو كنت على غير ديننا. فكانت هذه مصدر قوة النبي صلى الله عليه وسلم في صدعه بالدعوة. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يصدع بالدعوة في الجموع وفي الحجيج وفي الأفراد بين الناس، يتكلم بدون تردد. فعندها قريش ما صبرت، فبدأوا يضايقون النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاءوا مرة ثالثة إلى أبي طالب بعرض غريب. اختاروا شاب من شباب قريش اسمه عمارة بن الوليد، وكان شابا له مكانة ووجاهة ونسب وشرف ومال، وكان وسيما جدا. فجاءوا إلى أبي طالب قالوا يا أبا طالب احنا ما عدنا نصبر على ابن أخيك، فعندنا عرض نعرض عليك، خذ عمارة بن الوليد واعتبره ابنك، خلاص يكون عندك ويعتبره ابنك وينسبه إليك، وتسلمنا محمد بداله نتصرف معه. قال والله يا أمركم عجيب، تعطوني ابنكم أربيه
وأعطيكم ابني تذبحونه، إيش هذا العرض؟ فرفض هذا العرض. ما عرفت قريش ماذا تفعل. عندها بدأ أمرين. الأمر الأول قالوا دعونا نناقش محمد، خلاص يمكن احنا بالحوار بالتفاهم ننتهي معه إلى شيء، وإذا ما نفع نواجهه، يصير بينه وبينه الصدام. فقالوا من يناقشه؟ فأرسلوا له الوليد ابن المغيرة، وقيل عتبة ابن ربيعة. المهم الرواية المشهورة عن الوليد ابن المغيرة أنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس إليه، قال يا محمد ما هذا الأمر الذي جئت به؟ فرقت قومنا وسفهت آباءنا وسببت آلهتنا، فإن كان هذا الأمر الذي يصيبك أمر يحتاج إلى طب، يصيبك شيء مريض، جعلنا لك من الأموال ما نأتيك به بأحسن الأطباء فيشفيك، وإن كنت تقصد من وراء هذا الأمر المال، تريد الفلوس، نجمع لك من الأموال حتى تكون أغنانا. والنبي صلى الله عليه وسلم هذا الحوار جالسين عند الكعبة، الوليد مع النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم ساكت يسمع كلام تافه، لكن يسمع، هكذا أدب السماع أن الواحد يسمع حتى لو كان الكلام تافه لكن يسمع. قال وإن كنت تريد الشرف سودناك علينا، نعتبرك سيد مكة وتنتهي القضية، وإن كنت تريد الملك ملكناك علينا، نخليك ملك مكة، مستعدين يعطونا أي شيء بس تنتهي القضية، وإن كنت تريد النساء زوجناك من تشاء من نسائنا، اختار بس لكن انتهي، خلصنا من هذه المصيبة التي جاءت علينا. هكذا وصل بهم الضيق من هذه الدعوة الناشئة التي بدأت تنتشر. فلما انتهى قال أفرغت؟ أفرغت؟ قال نعم. قال فاسمع مني الآن، دوري، أنت تكلمت أنا سمعتك إلى أن انتهيت. شوف أدب الحوار، أدب ما هو كل شوية مقاطعة، الأدب أن تسمع إلى أن ينتهي، ثم واحد ما يتكلم الآخر يسمع إلى أن ينتهي. قال انتهيت؟ فرغت؟ قال نعم. قال فاسمع مني. قال نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما زاد على أن قرأ آيات فصلت، سورة فصلت، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، واستمر يتلو الآيات حتى وصل إلى قوله تعالى فأنذرتكم صاعقة كصاعقة عاد وثمود. هنا فزع الوليد فزع شديد، وقام من مكانه ووضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم يسكته. قال ناشدتك الله، ناشدتك الله والرحم، ناشدتك الله والرحم، من الخوف أن تنزل عليهم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. ثم رجع وجلس مكانه، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يكمل الآيات حتى وصل إلى السجدة، موضع السجدة، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام وقال هذا ما عندي. ما قال له ولا نقاش ولا شيء، ولا فقط قرآن، فقط يقرأ عليه القرآن، هذا إعجاز القرآن، هذا سحر القرآن. الوليد قام من مكانه مدهوش من الكلام اللي سمعه، أول مرة هكذا يسمع القرآن بدون تشويش بدون مقاطعات، وسماع، سماع من يريد أن يسمع. فقام ورجع إلى قريش في دار الندوة، كانوا مجتمعين، هم أرسلوه. أول ما دخل عليهم هكذا مندهش مسحور مما سمع من كلام بيان عجيب، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن من البيان لسحرا، الكلام الفصيح فيه سحر فما بالك بالقرآن. فسحر الرجل بالقرآن الكريم، فدخل على قريش، أول ما رأوه قالوا والله لقد جاءكم بغير الوجه الذي ذهب به، جاي متغير الرجال، مخبوص، ماذا أصابه؟ فجلس إليهم قالوا إيش ورائك؟
قال سمعت كلاما والله ما سمعت مثله قط. وقال قولته المشهورة إن لقوله لحلاوة، كلام حلو، إن لقوله لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه ليعلى ليعلو ولا يعلى عليه، كلام لا يستطيع أحد أن يعلو عليه. وكان العرب إعجازهم في اللغة، شوفوا سبحان الله، كل نبي قوم مشهورين بشيء الله سبحانه وتعالى يرسل لهم معجزة من نوع ما هم مشهورين فيه. عيسى عليه السلام كانوا قوم مشهورين بالطب، فكانت معجزاته من هذا النوع، شفاء الأبرص والأعمى وإحياء الموتى، لأنهم كانوا مشهورين بالطب. موسى عليه السلام كان قوم مشهورين، فرعون وقوم مشهورين بالسحر، فكانت معجزاته من هذا النوع، قلب العصا إلى حية وأن تلمع يده بيضاء للناظرين كأنها الشمس وأمثال ذلك، هذا كأنه سحر. فتأتي المعجزة من جنس ما هم مشهورين فيه. العرب ما عندهم هذه الأشياء، الذي عندهم ويتنافسون عليه هو اللغة، وما كان في البشر، وإلى اليوم ليس في البشر أحد عندهم لغة كلغة العرب. فجاء الإعجاز من جنس ما هم متمكنين منه، ما جاءهم شيء ما يعرفونه، جاءهم شيء يعرفونه. فهنا قالوا يا أبا الوليد أصبأت؟ ترك دينك؟ قال لا ما صبأت، لكن والله ما سمعت مثل هذا الكلام قط. قالوا هذا شعر. قال والله ما أحدكم، ما فيكم أحد من الجالسين يعرف الشعر كما أعرفه أنا، أعرف بحورة وأعرف نثرة وأعرف كل تفاصيله، أعرف الشعر وأعرف لغة العرب، ليس بالشعر، هذا ما هو شعر. قالوا إذن كاهن. قال أنا أعرف الكهنة وأعرف تمتمتهم وأعرف نيرانهم وأعرف أمورهم، والله ليس فيه من أمر الكهنة شيء. قالوا مجنون. قال أنا أعرف الجنون وأعرف الصرع وأعرف حركاتهم، حركات المجنون وحركات المصروع، ليس فيه من أمرهم شيء. قالوا إذن ساحر. قال أنا أعرف السحر وأعرف السحرة وأعرف ربطهم ونفثهم، ليس فيه من أمرهم شيء. قالوا حيرتنا، إيش نقول؟ قال يا قوم تطيعوني؟ قالوا قل. قالوا يا قوم أخيركم بين أمرين. قالوا ما هما؟ قال الأمر الأول تتبعونه فإن كلامه الحق. قالوا سحرك، ما نترك ديننا. قال فإن أبيتم تختارون الأمر الثاني. قالوا ما هو؟ قالوا اتركوه، اتركوه، خلوا بينه وبين الناس، خلوا يدعو، إذا ظهر على الناس فعزه عزكم وشرفه شرفكم، إذا انتصر على الناس هو من قريش فالفخر لكم، وإن قتلوه فهو ما تريدون. حكيم. قالوا لا والله ما نخلي بينه وبين الناس، لا هذا راضي ولا هذا راضي ولا، احتار فيهم الوليد. قال إذن أقول لكم شيء. قالوا قل. قال أقرب شيء أن تقولوا ساحر، أقرب شيء أنه ساحر، عند كلام يسحر فيه الناس، يفرق بين الناس، يفرق بين الرجل وزوجه، يفرق بين الرجل وأبيه والرجل وقومه، هذا أقرب شيء. فانقلب بعد ما كان يحاول أن يهديهم وكان مقتنع، سبحان الله كيف انتكس وأخذ يسب النبي صلى الله عليه وسلم. فنزلت فيه الآيات ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر
ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر. هذا الذي عرف الحق وتبين له وصار واضح عنده حتى كاد يدعو قومه إليه ثم ينتكس هذه الانتكاسة يستحق النار، سأصليه سقر. فهذا هذه الآيات بسبب هذه الحادثة. لما رأت قريش أنه ما في فائدة، لا حوار نفع ولا غير نفع، بدأوا يضايقون النبي صلى الله عليه وسلم. ففي يوم من الأيام كانوا جالسين قرب دار الندوة قرب الكعبة، النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت، يطوف في البيت. بينما هو يطوف بالبيت بدأت قريش كل ما وصل عندهم جالسين كل ما وصل أمامهم يسبون ويشتمون ويعرضون به، والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت صابر. ثم كل ما وصل أخذوا يسبون مرة ثانية، كل ما وصل أخذوا يسبون مرة ثانية، النبي صلى الله عليه وسلم صبر صبر صبر. أول مرة يسب بهذه الصورة سب شنيع، وكان حليم صلى الله عليه وسلم لكن ما استطاع أن يصبر. فعندها النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إليهم في المرة الأخيرة وسبوه سب شنيع التفت إليهم غضبان شديد الغضب فقال: يا معشر قريش شاهت الوجوه، إنما جئتكم بالذبح. تهديد شديد، إنما جئتكم بالذبح. فخافت قريش خوف شديد وقاموا إليه يتمسحون به يقول: يا محمد سامحنا، يا محمد أنت الحليم، يا محمد أخطأنا في حقك. بدأوا يتسامحون منه من خوفهم من هذه الكلمة التي جاءتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم تركهم وانصرف. رجعت قريش إلى مكانها، جلسوا بدأوا يشوفون إيش سووا. يعني إحنا الحين مصممين إن نؤذيه، يوم قال لنا كلمة واحدة خفنا منه، صار فيكم قاعد يسوون، كيف تتسامحون منا، كيف تقولون له هكذا؟ المهم أصروا ثاني يوم أن يؤذونه. في اليوم التالي اجتمعت قريش جالسين عند دار الندوة، جاء النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يطوف، قاموا عليه وحاوطوه، وهذا يدفع من جهة وهذا يضربه من جهة وهذا يلكمه من جهة: أنت تهددنا بالذبح، أنت تهددنا بالذبح. وبدأ الضرب في النبي صلى الله عليه وسلم من كل مكان، والنبي صلى الله عليه وسلم محاط من كل جهة ما هو قادر يعمل شيء، وأخذ الضرب يزداد على النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا رأته فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، أرادت أن تنقذه ما استطاعت، ففورا جرت ركبت فاطمة إلى أبي بكر الصديق، أخبرته بالخبر، فجاء يركض ودخل بينهم يضرب فيهم يبعدهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أخرج النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وهو يبكي ويقول: لا تقتلون رجلا أن يقول ربي الله، تقتلون بس عشان يقول الله ربي. فأنقذه من بينهم. فهذا من الأذى الذي تعرض إليه النبي صلى الله عليه وسلم. زاد الأذى على النبي صلى الله عليه وسلم وبدأوا يتجرؤون عليه. في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع يرد عليهم يعني أكثر من هذا، وكان حليما خلوقا ما يرد على السب، فزادت. ففي يوم من الأيام جالسين عند الكعبة، النبي صلى الله عليه وسلم يطوف، جالس أبو جهل بينهم، فأخذ أبو جهل يسب النبي صلى الله عليه وسلم سبا ما سب فيه من قبل، والنبي صلى الله عليه وسلم وجهه يتغير وجهه يتغير ما هو قادر يعمل شيء. امرأة تشهد المنظر ما استطاعت تصبر، خرجت من مكة، وإذ حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم جاي من رحلة صيد، وكان يحب الصيد وكان يصطاد يعني الحيوانات، وكان يصطاد الأسود هكذا من قوته رضي الله عنه، وكان على الكفر حتى ذلك الوقت. فأول ما دخل مكة رأت هذه المرأة، قالت له: ولو رأيت ما فعل أبا الحكم بابن أخيك. قال: ما فعل؟ فأخبرته كيف سب وشنع فيه. قال: ما رد عليه أحد،
قالت لا والله ما رد عليه أحد. فهنا غضب حمزة غضبا شديدا، فانطلق فورا نحو دار الندوة، وفورا ذهب إلى تجمع قريش، جالس أبو الحكم فيما بينهم عمرو بن هشام، فشجه ضربه ضربة فشج رأسه، صب الدم من رأسه، قال أتسب محمدا وأنا على دينه؟ خذها وأنا ابن الأكرمين. ضربه. من يرد علي منكم؟ قاموا بيردون عليه بني مخزوم عصبة أبو جهل، قاموا بيصير قتال الآن. فأمرهم أبو جهل قال اتركوه، أنا الغلطان، فقد سببت ابن أخيه سبا شنيعا، أنا اللي غلطت، اتركوه. فهنا انتقم حمزة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال كلمة يقول ما أدري كيف قلتها، يقول طلعت من لساني ما أقصدها، أتسبه وأنا على دينه؟ يقول أنا ماني على دينه، لكنها كلمة طلعت من لساني. يقول فذهبت إلى بيتي أتأمل في هذه الكلمة اللي قلتها، يقول واحترت حيرة شديدة الآن، أنا ماني على دين محمد، لكن الناس الآن قلت لهم أني على دين محمد، فما أدري إيش أعمل، هل أبقى على دين محمد ولا ثاني يوم أروح وأخبرهم أني ماني على دين محمد وأرجع في كلمتي؟ وهذا عيب عند العرب أن الواحد يرجع في كلمته. يقول فظللت مهموم طول الليل، طول الليل وأنا مهموم ما أدري إيش أعمل. ثم أخذت أدعو الله عز وجل، قلت اللهم إن كان خيرا فاجعل تصديقه في قلبي، وإن كان غير ذلك فاجعل لي مما وقعت فيه مخرجا، إذا حق وخير خلني آمن، وإذا غير ذلك طلعني من هالورطة. يقول فوقع تصديقه في قلبي. شوف سبحان الله، كلمة زلت من لسانه جرتها إلى الإيمان. فذهب وشهد الشهادتين عند النبي صلى الله عليه وسلم، وفرح به النبي صلى الله عليه وسلم فرحا شديدا. ثم أسلم رجل ليس من قريش، ليس من مكة، أول واحد يسلم من خارج مكة، حتى يقال أنه خامس من أسلم في بدايات أمر الإسلام، هو أبو ذر رضي الله عنه. أبو ذر ما كان من قريش ولا كان من مكة، كان من قبيلة غفار، من قبيلة غفار، وكانت غفار مشهورة بالسرقة، حرامية، قبيلة حرامية قطاع طرق، فكان هو من هذه القبيلة. وضاقت عليهم الحال، ضاقت عليهم الحال، وكان الرجل يبحث عن الحق أيضا، كان أبو ذر وهو من هذه القبيلة لكنه كان يبحث عن الحق، فسمع أن هناك رجل يدعي النبوة في مكة، فخرج مع أمه، قصة طويلة، ومع أخيه، المهم خرجوا إلى مكة، فخيموا خارج مكة، وأرسل أخاه أنيس قال شوف لي الخبر. كانت قريش أصدرت أوامر، ممنوع أحد يعطي أو يتكلم مع عن أمر الدين مع أي واحد من خارج مكة، أي واحد يأتي من خارج مكة ممنوع أحد يحدثه بأمر الإسلام. فجاء أنيس يبحث عن أمر الإسلام فضربوه، رجع ما في خبر، قال ليش أخبارك؟ قال والله ما قدرت أطالع أي خبر، ما استطعت أن أعرف أي خبر. قال ما شفيت غليلي، أنا أذهب بنفسي. فدخل أبو ذر، دخل أبو ذر يبحث عن أمر الدين، يبحث عن أمر الإسلام، لكن ما هو قادر يسأل، لأن أي واحد يسأل عن الإسلام وهو جاي من خارج مكة يضرب، فما استطاع يسأل، خايف يسأل، والمسلمين ممنوعين من الدعوة إلى الله عز وجل في داخل مكة، فما عنده خبر. فظل ينتظر، جلس أول يوم ما في شيء، وما عنده فلوس، ما عنده أكل، فكان يشرب من زمزم،
وكانت زمزم تشبعه، كانت زمزم تشبعه. اليوم الثاني أيضا ما في خبر، اليوم الثالث أيضا ما في شيء، ولا قادر يسأل خايف. ثلاث أيام بلياليها ما هو ما يأكل ولا يشرب إلا من زمزم، ومع ذلك شبعان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن زمزم: هي طعم طعيم وشفاء سقيم. فيها شفاء لمن يدعو الله سبحانه وتعالى بالشفاء، وهي طعام كافي، فيها طعام كافي لمن يشربها. في اليوم الثالث هو الآن خايف يسأل، يضربونه يطردونه، فالذي جاي من أجله ما يتحقق، وقاعد ينتظر أي خبر عن الإسلام، ما في شيء. هكذا التكتيم الإعلامي الذي حدث على دعوة الله عز وجل. في اليوم الثالث بالليل يقول الله سبحانه وتعالى: ضرب النعاس على مكة. يقول كل مكة نايمين، ما في أحد صاحي عند الكعبة إلا أنا، ما أحد عند بيت الله الحرام غيري، العادة البيت دائما في ناس حواليه. يقول في تلك الليلة ما في ولا واحد إلا أنا. فبينما هو كذلك، إذ جاءت امرأتان جاريتان داخلين عند الكعبة، فيريدون يتعبدون عند إساف ونائلة. قال: هذول جواري، خليني أسألهم، هذول ما يخبرون عني، فخلني أسألهم عن أمر الدين. فجاهم قعد عندهم، قال لهم: أتعرفون من أمر محمد شيئا؟ أتعرفون من أمر هذا الدين الجديد شيئا؟ قالوا: ما لك ولهذا الدين الجديد، أتترك إساف ونائلة لغيرهما؟ تترك عبادة إساف ونائلة تروح تعبد غيرهم؟ قال: وهل كان إلا زانيين؟ ذكرنا قصتهم إساف ونائلة، رجل وامرأة زنيا عند الكعبة، فمسخهم الله حجرين، سواهم حجارة، فعبدتهم قريش. لا تعبدون زانيين؟ الجاريتين لما سمعوا هذا يسب الآلهة قاموا يصرخون ويولون، خرجوا من الكعبة يريدون ينادون حد عشان ينتقم من هذا الذي يسب الآلهة. هم خارجين ولا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر جايين، شافوهم يصرخون وفزعانين، قالوا: ما لكما؟ قالت رجل عند الكعبة يسب الآلهة. قال: وين هذا؟ هذا النبي يسب الآلهة، هذا أحسن واحد. ففورا راحوا إليه، وإلا هو أبو ذر. من أنت؟ أبو ذر. من أنت؟ قال: أنا محمد. قال: أنا جاي عشانك. فأخذ جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ يسأل عن أمر الدين وعن أمر الإسلام، فأسلم أبو ذر، أسلم أبو ذر رضي الله عنه. ثم إنه قال: يا رسول الله، أريد أصاحبك تعلمني الإسلام. قال: يؤذونك، أي واحد من برا مكة ما يخلونه يجلس معي، يؤذونك. قال: والحل؟ أريد أتعلم. فلما شاف النبي صلى الله عليه وسلم حرص هذا الشاب على الدين وعلى الإيمان وعلى تعلم أمر الإسلام، قال: أنا أدلك على شيء، غدا أنا أكون في البيت، إذا شفني خارج اتبعني من بعيد، من بعيد مش وراي، سأدخل دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وكانوا يجتمعون فيها بالسر يتعلمون أمر الإسلام، ما حد يعرف عنهم. يقول: إذا شفني داخل في هذا البيت بعد فترة ادخل وتتعلم أمر الإسلام. فظل أبو ذر على هذا الحال 15 يوم، وأمر الإسلام كان بسيط، ما في شيء كثير، قليل من العقائد وقليل من الأخلاق، هذا هو أمر الإسلام، ما هو أمر بسيط جدا، ما في صلاة وصيام وزكاة، ما في، ما زالت الأمور بعدها ما فرضت. فكان يتعلم أمر الإسلام في دار الأرقم، وظل في مكة 15 يوم يأكل ويشرب من زمزم ولم يجوع. بعد 15 يوم استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الآن أذهب أدعو قومي. وفعلا ذهب يدعو قومه، ظل يدعو قومه 15 سنة. جاء بعد الهجرة إلى المدينة ومعه نصف غفار، نصف قبيلة غفار أسلمت على يد أبي ذر رضي الله عنه، تعلم أمر الدعوة وفورا انطلق بها. وهذا شأن المؤمن لما يتحمس إلى أمر الدين وأمر الإسلام.
النبي صلى الله عليه وسلم استمر يدعو إلى الله عز وجل. في يوم من الأيام اجتمعت سادة قريش، قالوا دعونا نناقش محمد مرة أخرى، فدعوه للنقاش والحوار، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا محمد، أنت تدعي أنك رسول، ما جئتنا بمعجزة، كل الأنبياء اللي قبلك جابوا لنا معجزات. قال أتيتكم بكلام الله؟ قالوا لا، تريدنا نؤمن بك، فجر لنا من الأرض ينبوعا، احنا بلادنا ما فيها مياه، خلي الينابيع تنبع من أرض الجزيرة وتخرج فيها الحدائق وتخرج فيها النباتات، الله يغنينا، على الأقل نرى شيء. فقال هذا إلى الله، إن شاء أرسلها لكم إن شاء ما أرسلها لكم. قال يا محمد ما يصير، طيب إذا تريدنا نؤمن ابعث آبائنا وأجدادنا من الموت، خلينا نراهم، إذا رأينا آبائنا وأجدادنا بعثتهم من الموت نؤمن بك، واجعل في من تبعث قصي بن كلاب فهو سيدنا، جد الأكبر للنبي صلى الله عليه وسلم. قال إن الله هو الذي يبعث الموت، أنا ما أبعث الموت. قال ما أجبتنا إلى شيء. طيب تقول تأتيك الملائكة، خلينا نشوف الملائكة، خلينا نرى الملائكة حتى نصدقك، أنت تقول تأتيني الملائكة بالوحي، لم نرى ملك، فدعنا نرى الملائكة. قال ما تستطيعون. قالوا نستطيع. قال هذا إلى الله، إن شاء أرسله وإن شاء ما أرسله. قال ما أجبتنا إلى شيء. طيب أنت الآن تدعونا إلى أن نتبعك وأنت فقير، لو أنت غني تستاهل نتبعك، فاجعل الله يرسل لك جنان وقصور وأموال حتى تكون غني فتستحق أن تتبع. قال أمر الله عز وجل ليس بالغنى، ما هو المال هو اللي يفرق، هو التقوى وهو الوحي. فرفضهم، فقالوا طيب أنت تهددنا، حقق التهديد هذا، أرسل السماء علينا كسفا، خلي السماء تنزل علينا قطعة قطعة، كسفا قطعا، أسقط السماء علينا، خلينا نشوف تهديدك لنا. قال هذا إلى الله. فهنا قالوا والله إنك لكذاب، ما استطعت تأتي بشيء، وإنما يعلمك رجل في المدينة في اليمامة، يعلمك رجل في اليمامة يقال له الرحمن، كانوا يعتبرون كلمة الرحمن ليست من أسماء الله، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، أنا أسجد لما تأمرون، ما كانوا يؤمنون أن الرحمن من أسماء الله. فيقولون الرحمن هذا رجل في اليمامة، مدينة اليمامة في وسط الجزيرة، هو الذي يعلم محمد هذا الكلام، ولذلك يدعوننا إلى عبادته. ثم وقف عبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة، وكان من ساداتهم، فقال يا محمد والله ما جئتنا بشيء، كل اللي طلبنا منك عجزت عنه، وأنا لا أؤمن بك حتى أراك تطير في الهواء، إذا شفتك تطير في الهواء عندها، وما يكفيني أنك تطير في الهواء، لازم توصل للسماء ثم تأتيني بكتاب من السماء، تجيب لي تصعد أمامي إلى السماء وتأتي بكتاب من السماء تنزل لي وألمسه بإيدي، وحتى لو سويت هذا أعتقد أنك ساحر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما رد عليه، فقالوا والله ما نؤمن بك حتى نرى الله ونرى الملائكة كلهم تأتيهم، عندها نؤمن، غير هذا ما نؤمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له هذا الكلام سكت عنهم، فنزلت الآيات. وهذا شوفوا لما ندرس السيرة كيف نفهم القرآن، نزلت الآيات، قول الله عز وجل وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا،
أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. ونزلت الآيات الأخرى، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم، فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ولو نزلنا عليهم كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. لماذا لم يستجب النبي صلى الله عليه وسلم لهم؟ الأنبياء الذين من قبل ما جاءوا بالمعجزات، موسى عليه السلام ما أراهم المعجزات بأعينهم، 9 آيات إلى بني إسرائيل كل معجزة، وما نأتيهم بآية إلا هي أكبر من أختها، هل آمنوا؟ ما آمنوا. إذن طلبهم للمعجزات ليس لأجل الإيمان، وإنما جدل. عيسى عليه السلام ما جاء بالمعجزات، ما آمنوا. فالله سبحانه وتعالى ذكر لماذا لم يرسل لهم المعجزات. قال الله عز وجل في تعليقه على ما حدث في هذا الحوار، وما منعنا أن نرسل بالآيات. ما في شيء يمنع الله سبحانه وتعالى أن يرسل هذه المعجزات إلا ماذا؟ قال الله عز وجل، وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة، خرجت دابة ناقة بعير يخرج من الأرض، تنشق الأرض يطلع بعير، رأوه بأعينهم وما آمنوا. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. لما حدث هذا الحوار وهذا النقاش، جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، يا رسول الله، إن شئت، الله سبحانه وتعالى أرسلني إليك، يقول لك إن شئت أن تستأني بهم، تصبر تنتظر عليهم، وإن شئت أن تؤتيهم الذي سألوا، كل اللي طلبوه يتحقق، كل شيء نعطيهم، فإن كذبوا، إذا جاءتهم الآيات وكذبوا بعد ذلك هلكوا جميعا، اختار، يا تصبر عليهم، يا تعطيهم كل ما طلبوا، لكن إذا أعطيناهم كل ما طلبوا وكذبوا تهلك مكة، تدمر مكة كما دمرت الأمم من قبلها، ماذا تختار يا رسول الله؟ فقال، بل أستأني بهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يؤمن بالله. كان يستطيع أن يأتيهم بالآيات، لكن كانت النهاية، لو جاءت الآيات كانت النهاية. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يفصل معهم، قال هؤلاء يمكن ما فيهم فائدة لكن أولادهم ممكن يؤمنوا، فصبر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. لما رأت قريش أن ما في فائدة، الحوار ما أدى إلى نتيجة، قالوا ماذا نفعل؟ جاءوا بحيلة أخرى، قالوا استدعوا النضر بن الحارث. النضر بن الحارث من قريش، لكنه كان يعيش في الطائف، وكان رجل رحالة، يسافر كثيرا، ينتقل من بلد إلى بلد، فتعلم من البلاد الأخرى، تعلم أشياء كثيرة، وسمع أحوالهم وقصصهم وأساطيرهم وخرافاتهم وتاريخهم، فتعلم الكثير. فقالوا ائتوا بالنضر بن الحارث، فجاء النضر بن الحارث، قالوا له كل ما جلس محمد في مكان اجلس، إذا بدأ يتحدث أنت قول سوالفك، قول القصص اللي عندك، قول الأساطير اللي عندك.
ففعلا جاءوا بنضر بن الحارث، وفعلا في البداية نجحت الحيلة. أول ما يجلس النبي صلى الله عليه وسلم يجلس النضر بن الحارث يقول القصص، فتجتمع عليه الناس قصص عجائب أساطير خرافات، فالناس تنبسط تقعد تسمع له ويتركون النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا انتهى من مجلسه يقول بما محمد خير مني، هو يحدث بأساطير وأنا أحدث بأساطير، كلها خرافات بخرافات، هو عنده خرافات وأنا عندي خرافات. ظل الأمر أيام، بعدين الناس ملت من أساطير النضر بن الحارث، وين كلامه وين القرآن؟ فأخذوا يتركونه ويذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يحرصون على السماع للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن في النضر بن الحارث نزلت الآيات، وقالوا أساطير الأولين. كل الآيات التي تذكر فيها الأساطير هي فيها رد على النضر بن الحارث، أن هذا الكلام ليست أساطير الأولين، ليس أساطير الأولين، بل هو تنزيل من الرحمن الرحيم. زاد الأمر هنا، أبو جهل ما استطاع يصبر، خلاص وصل معه الأمر إلى نهايته، فاجتمع مع سادة قريش، قال لهم الأمر ما عاد يحتمل، كل شيء جربناه ما في فائدة، فالآن أنا أخيركم بأمر. قالوا ما هو؟ قال دعوني أقتل محمد، خلاص أنا أقتل محمد، انتهت، ما نستطيع نصبر أكثر من هذا. فإن شئتم أن تمنعوني إذا قتلته تدافعون عني فلكم ذلك، وإن شئتم أن تتركوني ويقتلني بني عبد المطلب فلكم ذلك، حتى لو يقتلوني ما عندي مانع. فرعون هذه الأمة. فاتفقوا، قالوا اذهب واقتله ونحن ندافع عنك، واتفقوا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم. في اليوم التالي، يوم المؤامرة لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، كان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه إذا صلى وسجد يسجد سجود طويل جدا، فقالوا ننتظر لما يسجد يقوم أبو جهل يأخذ حجر ويضرب رأسه بالحجر يقتله وننتهي وتخلص هذه المشكلة اللي احنا فيها. واتفقوا على ذلك، فعلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم، طاف في البيت ثم أخذ يصلي. لما سجد النبي صلى الله عليه وسلم قام أبو بكر، قام أبو جهل لعنه الله بحجر عظيم، يقولون ما هو قادر يشيله من ثقله، فأخذ يمشي به يتهادى به حتى يضرب به رأس النبي صلى الله عليه وسلم. لما اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم رمى الحجر وبدأ يجري خايف، فتعجب الناس، ايش صاير انت توك جاي متشجع تريد تقتله، ايش اللي خلاك تهرب؟ اجتمعت اليه قريش قالوا له ايش اللي خلاك تهرب؟ قال اما رأيتم؟ قالوا ايش رأينا؟ قال ما شفتم اللي شفته؟ قالوا ماذا رأيت؟ قال رأيت فحلا، الفحل هو ذكر الإبل الضخم جدا، كأعظم ما رأيت، قد كشر عن أنيابه وهجم علي. قالوا خرفت انت، ما شفنا شيء. قال كاد يذبحني ما شفتوه. قالوا والله ما شفناه. فكانت هذه المعجزة سبب في إنقاذ النبي صلى الله عليه وسلم من محاولة الاغتيال. لما يأست قريش من ذلك قالوا إذن احنا احسن شيء نصرف عنه الناس، الآن منعوا اللي برا مكة يسمعون، قالوا خلونا نمنع حتى اللي من داخل مكة، واللي اسلموا بدينه نعذبهم، العبيد كل واحد يعذب عبده، والأحرار كل قوم يعذبون اللي من قومهم، عشان ما يحدث خلاف بين أهل قريش، كل واحد يتولى أهله. وفعلا بدأ التعذيب على المسلمين، تعذيب شديد. فمن الذين عذبوا بلال رضي الله عنه، وكان الذي يتولى تعذيبه سيده أمية بن خلف، كان يأخذه إلى خارج مكة في الصحراء في الأرض المشمسة الحارة جدا، فيضعه بدون ملابسه، ينزع عنه قميصه ويضع على الأرض ويضع عليه الحجر العظيم، يحمله عدة رجال يشيلون حجر ويضعونه على صدره ويخلونه في هذه الحال، وهو لا يزيد على أن يقول أحد 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 أحد. سئل بلال رضي الله عنه إيش سر قولك أحد أحد، لماذا اخترت هذه الكلمة؟
قال كنت أقول كلمات مختلفة